فضيلة الشيخ محمد قطب بدير أب القارئ فليتفضل مشكورا سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس سبحان الله عما يشركون. الله سبحان الله عما يشركون. الله
الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وأزواجه وسائر ذريته له منا جميعا ثواب الفاتحة. ختاما الشيخ وليد فرج زهران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
لقادم لقادم بلى هو الخلاق العليم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا ألم نشرح
إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته وسائر أمته لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم للإسلام والمسلمين والأوطان والمواطنين، اللهم لكل آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم لمثل تلك المجالس وأرباب هذه المجالس، اللهم لكل أصحاب الحاجات وكل أصحاب الدعوات، اللهم لكل الأموات ولكل أصحاب الأمراض والعلات ولكل أصحاب الآثام والذنوب والخطايا والذلات، أن تغفر الذنوب والخطايا والذلات والآثام، وأن تشفى الأمراض والأسقام، وأن ترحم الأموات، وأن تقبل الدعوات، وأن تقضى الحاجات، وأن تبر الآباء والأمهات، وأن تجمع في الليكة تلك دائما الجماعات مقبولات مستنيرات بذكر الله والصلاة على خير البريات. اللهم اغفر لعمنا الحاج عبد الحميد والأستاذ علي والأم والدة الأستاذ علي ولكل أموات المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وزد في حسناتهم، ولهم منا ثواب الصلاة على النبي وثواب الفاتحة وثواب هذه الليلة المباركة. اللهم صل وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.